السلام عليكم ورحمة الله مرة أخرى. يعني نتمناو الشفاء العاجل رئيس الجمهورية، يعني مع الأسف الشديد كنا نتمناو نشوفه، كنا نتمناو نسمعوا الخطابات تاعو، ولكن مع الأسف الله غالب راهو مريض. نتمناو له الشفاء العاجل. نذكر مرة أخرى إخواني، رانا خاوة، رانا قاعد زيريين، تصوت بنعم نبقاو جزائريين، وهذه المرة الأولى في تاريخ الجزائر وين كان كاين نقاش تاع الصح شغل حول التعديل الدستوري. جماعة تقول نعم، جماعة تقول لا، جماعة نعم يمدوا لي زارغيمون تاعهم، جماعة لا تمد لي زارغيمون تاعها، وأنا من جماعة لا لكنني جزائري، واللي راح وراح يقول نعم يبقى خويا ويبقى جزائري. ما لازمش ندخلوا في الصراعات لما فيها حتى فايدة، ما لازمش ندخلوا في الصراعات الحزبية العقيمة. خوتي تكلمنا على البروتوكولات، وحاولت نبين من أعماق قلبي بعض الأمور اللي راهم حابين يطيحونا فيها. الصراعات هذه ما راح تدينا حتى نتيجة خوتي، لأنه لو بعيد الشر كش ما يكون في بلادنا لن يبقى شيء يتصارع عليه، والخاسر الأكبر هو الشعب الجزائري، والفائز الأكبر على بالكم قاع شكون؟ خلاص الان انا راني نتلقى تهديدات بسبب الكلام اللي قلته. واش تحبون نقول لكم خاوتي؟ لو كان جاوا ناس يقابلوك في الوجه والله غير معليش، ولكن ان تغدر لا. اذا حذاري خاوتي، بلادنا هي الصح، الامن والاستقرار تاع بلادنا هو الصح. يرفض هذا التعديل، يقبل هذا التعديل، هناك طرق اخرى باش الانسان يعبر على واش عنده في قلبه، ولكن باش ندخلوا في الصراعات وندخلوا في التخوين والسبان والجياحه، وبعض القنوات الان عباد جايحين شغل خلاص ولينا معركه، وسهد يسب صحاب لا وانتم خوانا، وبعد يطلع عليك مسؤول يقول كلام كما قلنا غير مسؤول. علاش خاوتي حبي يقول رانا نشجعوا على التفرقه ولا وشنو؟ قول واش كاين امور غير طبيعيه راهي تصرى. اذا حنا بصفتنا شعب وبصفتنا نحبوا بلادنا، لانه اللي يخلص دائما الشعب. واحد ما حيخلص، الشعبي هو اللي يخلص، هذا ما كان. اذا نيفيتيو الصراعات خوتي، نيفيتيو الصراعات العقيمه اللي ما تخرجش حتى نتيجه، لانه نعاودها مره اخرى، لو كاش ما يصرى في بلادنا لن يبقى شيء يتصارع عليه، كما راهو صاري في ليبيا، كما راهو صاري في سوريا وغيرها من البلدان. خوتي نحافظوا على بلادنا، نستحفظوا على بلادنا، نهار الحد ان شاء الله نروحوا ننتخبوا بقوه، وكل انسان حر في التصويت تاعو. انا شخصيا راح نصوت بلا، ومديت الاسباب تاعي اللي راح نصوت علاش راني رايح نصوت بلا. الباقي كل واحد حر، ما نخون حتى انسان وما نسب حتى انسان، لانه قاعد تجمعنا حاجه وحده وهي حبنا لوطننا. كاين بعض العباد اللي ما نسميهمش، وما راني نمعني على حتى واحد باش ما يزيدوش، يعني بعض الاشخاص يفهموا بلي راني نتكلم عليهم، جايحين خاوتي خلاص رجعوها صراع ورجعونا في لعبه تاع دراري صغار. سيد واقيلا عنده نيفو تاع ما باليش، انا ما عندوش اصلا نيفو، شغل معركه ولست ادري. ما راناش في معركه، رئيس الجمهوريه حط هذا التعديل الدستوري على الاستفتاء وقال لك خيار كيما تحب، انا نخير كيما نحب، ما يهمني كلام حتى واحد، يهمني واش يقول لي الضمير تاعي، حقي هذايا. هذا ما كان خوتي، وإن شاء الله مرة أخرى ربي يشفي إن شاء الله رئيس الجمهورية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.